هون بيتنا اللي تم الاستيلاء عليه 3/11 10 الصبح، ما كانش في حدا في المنطقة، واستولوا عليه بطريقة سهلة بمساعدة الشرطة الإسرائيلية. رح نورجيكم هلأ زي ما انتو شايفين، بس نوصل نقرب شوي صدق شمعون، واللي هو مكان عبادة للمستوطنين. متنقلين جنابين زوميات مهبتين. أنا بتخيل الشعب الفلسطيني خصوصا اللي بيحكوا باللغة الإنجليزية وجب علينا نحكي عن اللي بصير معنا، لأنه إذا إحنا ما حكينا هم رح يحكوا عنا ورح يكذبوا علينا.